يقيمه الاتحاد، تهدف هذه الندوة إلى التعريف بالموسيقى التقليدية وما يعنيه الحفاظ عليها من وفاء للقيم والأخلاق الرفيعة. يهدف تنظيم هذا الأسبوع الموسيقي إلى تناول واقع الموسيقى التقليدية في موريتانيا وما لها من عوامل ساهمت على مر العصور في حفظ الموروث الثقافي الموريتاني. انطلاقة هذا الأسبوع المنظم من طرف اتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين تميزت بكلمة لمديره السيد بابو الحمبارة، تحدث فيها عن أهمية تنظيم مثل هذه الندوات في الحفاظ على الموسيقى الموريتانية. إن دراسة الموسيقى الموريتانية وتعليمها للأجيال هدف نبيل يعمل اتحادنا اتحاد الفنانين الموسيقيين الموريتانيين على القيام به، وهو لن يتأتى ما لم يساهم المتخصصون والباحثون في إطار تعاون مثمر تمثل هذه الطاولة أحد تجلياته. وهنا لا يفوتني أن أعبر عن كامل امتناني لكل من ساهم في هذا المجهود، وخصوصا وزارة الثقافة والصناعة التقليدية التي ظلت تحيط اتحادنا بالرعاية والدعم المستمر. فعالية هذا الأسبوع تميزت بمحاضرة للمفكر والباحث الدكتور محمد اللحظانة، تحدث فيها عن المكان التي احتلتها الموسيقى التقليدية في وجدان الأمة الموريتانية. من خلال الموسيقى كان المجتمع كان الفنان الموريتاني ينحت ويصور ويرسم ويخلد المشاعر، وبالتالي كان يعبر عن أشياء كثيرة، وكأنه هو كل الفن الذي كان متداولا في هذه الأرض. وما كان من فنون أخرى مصاحبة كانت مصاحبة أيضا للموسيقى، وحتى الأدب الحساني الذي هو أدب مزدهر جدا في هذه الأرض كان أيضا نشأ في رحم الموسيقى وتربى معها ولا يزال يعيش بها وتعيش به. وقد كان هذا اللقاء سانحة للعديد من الباحثين للتعقيب على هذه المحاضرة، حيث تم إثراء هذا الموضوع بالشرح والتحليل، وتم تناول تضحيات الفنانين الموسيقيين في الحفاظ على قيم وأخلاق المجتمع الموريتاني. ونلفت عنايتكم